السلام عليكم. فيديو جديد، وبحاول ان انا اصور فيديوهات كتير اولادي في المدرسة، وبحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم فيديوهات عشان تنزل تباعا ان شاء الله باذن الله. النهاردة انا جاي لكم بريفيو، هيكون عن حاجة من منتجات باث اند بادي ووركس، وهي هتكون عن الزبدة دي، زبدة الجسم اسمها هاني وايلد فلاور. الزبدة دي يا بنات من اكتر الحاجات اللي انا كنت متحمسة جدا ان انا استخدمها، وبشوف دايما انه البلوجرز مثلا او يوتيوبرز مش كلامهم كتير قوي عن الزبدة ولا عن حاجات كتير قوي موجودة في باث اند بادي، اغلبهم عن الشموع، عن اللوشن، عن البادي ميست، لكن في حاجات مهدر حقها جدا موجودة في باث اند بادي حلوة قوي. فخلوني النهاردة استعرض معاكم الزبدة دي واقول لكم رأيي فيها بكل صراحة. اول حاجة زي ما انتم شايفين الباكج بتاعها مبهج، واحد من اهم الحاجات اللي خلاني اختارها. انا جايباها اونلاين، مش جايباها من المحل، جايباها اونلاين. بصوا، هي المفروض انه انا جايباها عشان نسبة الترطيب العميق اللي فيها، وكان عليها عرض كويس جدا. كانت وقت ما انا جايباها كانت بدنار وربع، وكان معاها كمان واحدة اسمها وارم فانيلا شوجر. دول بس اللي كان عليهم العروض، فانا اخترت اني اجيب اللي مفروض ان فيها ورود. انا بحب ريحة الورود على الجسم مع روايح الفواكه والاعشاب. هقولكوا دلوقتي بقى ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش، بس تابعوا معايا كويس وركزوا قوي. اول حاجة انتوا لو بصيتوا هنا هتلاقوا فيها ان فيها نسبة زبدة كتير قوي، نسبة الزبدة اللي فيها الشيا ونسبة زبدة الكاكاو والعسل. بصوا، المفروض بعد كده انه فيها شوية زهور وشوية كمثرى وفي بعض الفواكه الاستوائية. هو الكلام ده كله موجود جواها؟ خلوني اكمل معاكم الاول استعراضها، ان دي 185 جرام، فانا كنت متخيلة انها تيجي صغيرة او بقى انها تخلص بسرعة والكلام الفاضي ده. لا، هي ما بتعملش كده خالص. تمام. انا عايزة بس اوريها لكم من جوه. بصوا كده معايا، اول ما بتيجي طبعا بنجيلنا الغلاف ده، انا مستخدماها كتير يعني، فكرة مش مرة ولا اتنين. بصوا كده معايا بنات، اهي ده قوامها. طبعا زي ما انتم شايفين قوامها ثابت، ما بتنزلش. بصوا عاملة ازاي، ما بتروحش طبعا على طول، وده الفرق بينها وبين اللوشن. تمام. اما بتيجي احطها على الجسم، طبعا انا مرطبة جسمي بيها من امبارح، عايزة اقول لكم. تمام. وشايفين انتوا جسمي اصلا، يعني بصوا دي لمعة من امبارح ودي من النهاردة اهي. اوكي. طيب، اول ما بتفتحيها ريحة العسل مخلوط مع الفواكه بتطلع حرفيا. في ناس بقى اول ما بتشمها بتشم فيها ريحة جوز الهند. هي الحقيقة مش ريحة جوز الهند، هي ريحة الكمثرى اللي بكترة. فالكمثرى مع العسل مع الزبدتين اللي موجودين جوه عملوا الريحة دي، عملوا ريحة جوز الهند، لكن هو حقيقة ما فيهاش جوز الهند. وانا استوضحت الموضوع ده من واحده جوه باث اند بادي يعني، فهي قالت لي الموضوع ده، ان هي ريحه الكمثرى مع العسل والزبده اللي جوه هي اللي عملت او صارت يعني اشبه بريحه جوز الهند. اول ما بتحطيها على جسمك، طبعا بتحطيها وجسمك مندي، يعني اول ما تخرجي كده من الشاور جسمك يكون مندي، يا دوب بس طبطبتي عليه كده بالفوطه وتبتدي تحطي الزبده. الزبده ما بنحطهاش بالمسحه، يعني ما تاخديهاش كميه صغيره وتروحي تحطيها على جسمك وتقولي ده ما ثبتتش، لا، لازم تحطي كميه كويسه منها عشان اول حاجه يدوم ترطيبها على جسمك، هتدوم ريحتها. انا من امبارح تقريبا، يعني انا اخد شاور مثلا دلوقتي بقالي 19 ساعة 20 ساعة، ريحتها زي ما هي ثابتة. حاجة كمان اكتشفتها، ان نوع الهدوم اللي بنلبسها بعدها بتفرق جامد. يعني انا لما بلبس حاجة شتوي والجسم وخلاص جسمي بيبقى متشبع قوي بالزبدة، وكمان بحط له حرارة، يعني بلبس حاجة تقيلة فجسمي بيبقى متدفي قوي، الزبدة بتفضل متشبعة في جسمي جدا، وريحة اي حاجة بقعد مكاني بيبقى نفسه له نفس الريحة. لو بنام، لو بتغطى، الغطا مكاني، كل حاجه فيها بتبقى بنفس الريحه.
كمان لما بتستخدمي المست عموما ايا ما كان نوع المست اللي انت بتستخدميه برضو بيفرق معاها في الريحه اللي بتفضل او بتسيب اثر على جسمك. فنوع الهدوم اللي انت كمان بتلبسيها بعد ما بتحطي ماست، بعد ما بتحطي لوشن، بعد ما بتحطي زبده، بتفرق قوي. بالنسبه لترطيبها فترطيبها حلو زي ما انا وريتكم. انا عايزه اوريكم بس تاني، ده ترطيب ايدي من امبارح، شايفين بتلمع وجميله وشايف وبان عليها النعومه. ده ترطيب ايدي دلوقتي اللي انا حطيتها معاكم، بس شويه بتلمع عنها، بس انها ما بتسيبش التست الدهني. عارفين فكره الناس اللي ما بتحبش بقى الحاجات اللي هي فيها دهون وكده، لا هي ما بتسيبش الافتر يعني الافتر تاتش، عارفين اللي هو فكره الدهون اللي بتبقى قاعده على الجسم وانت ما بتحبيهاش او بتحسي انك بتلزقي وياه ومش قادره، هو ده. دي ما بتسيبهاش خالص رغم ان انواع الزبدات اللي فيها تقيلة. عجبني بقى ان فيها زبدة كاكاو، فزبدة الكاكاو اصلا لو عندك مثلا خدوش سطحية، لو عندك علامات تمدد خفيفة، هي اصلا مسؤولة عن انها تنشط الدورة الدموية في المكان ده وتبتدي تعمله او تشيل يعني الندبات والحاجات السطحية ومش العميقة. اتفقنا؟ فده بالنسبة لزبدة الزبدة اللي هي الهاني وايلد فلاور، تمام. زي ما قلت لكم هو مكتوب عليها ان هي بتدي رطوبة فائقة على مدار 24 ساعة، وان هي مكتوب عليها مغذي وسريع الامتصاص. هي فعلا سريعة الامتصاص، ولما بتحطي الكمية المناسبة منها بتاخدي فعلا ترطيب منها 24 ساعة. فدي كانت اول حاجة النهاردة انا عاوزة اكلمكم عنها، تمام. اهي تاني.